الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأنا اليوم في بلدة سنت سعدت أن ألتقي بأحد الآباء الكرام. ليس بالكريم، اسمي عبد الله بن مسلم بن سليم الهناي من بلد سنت ولاية بوهلة. ما شاء الله. الوالد عبد الله، أريد أسألك عن أول شيء بلدة سنت، كيف حياة الناس كانت في السابق؟ والله دكتور، كانت سنت الحمد لله بغناء عن التعريف. ما شاء الله. ذاك الوقت معروفة. كيف؟ أول شيء ناس عقلاء، ناس متفرغين، ناس الجيل هذا السابق معروف. نعم. يجالس الناس مثلك يعني. جزاك الله خير. أصحاب العلم وأصحاب الفضل. ثانيا، على حسب الأمور التي متوفرة معهم هم فايضين بعد. نعم. رغم ذلك الوسائل، سيارات ماشي، طرق ماشي، كل الطرق عن طريق ترجل. نعم. طبعا الطرق مالها عن طريق وادي الاعلى تمتد لولايه بوهلة. ما شاء الله. وادي الاعلى، الغافات، الجيل لاخر ولايه بوهلة. لو انا بعدني في البلاد، انا بسالك، هل كان توجد مدرسه قران في البلاد؟ الحمد لله. من المعلمين القدامى؟ كان احد من الاخوه اسمه عبد الله مهنا رحمه الله عليه. وفي ناس قبل، انا ما اذكر قبل، في ناس لكن انا ما اذكر. متى كان التعليم؟ في الصباح ولا صباح ومساء؟ لا، اعتقد الصباح. صباح يعني. مساء ماشي. وايش الاجره اللي كان يعطيها المعلم؟ والله الحمد لله كان من الاهالي. الاهالي وحدهم يعطوه اجره معينه يعني. وهو اكثر الاجره منه وحده يعني. نعم. جزاه الله خير. مبادره يعني. متجاوب مع الاهالي وعارف الوضع وانت بغناء عن التعريف. نعم، جزاك الله خير. انت توجه نفسك. هل الاهالي ايضا كانوا يمارسوا رعي الغنم ولا بس مقتصرين على الزراعه؟ شرايح يعني. كل شريحه متخذه الف. ما شاء الله. حد منهم مثل ما قال صاحب الجلاله رحمه الله عليه، يتعمل ويتحمل سلاح. نعم، ما شاء الله. هم ماخذين هذا الجانب. نعم. نحمد الله تعالى يعني. جميل. ايضا نظام الزراعه، ايش اكثر الاشياء اللي يزرعوها الناس هنا؟ الحمد لله، اكثر صنف في بلد سنت. ايش؟ انا اتكلم عن سنت يعني. عندك البر. نعم، جميل. جميع الاصناف. اها. يسمى كوله. اها. يسمى ميسانه. نعم. يسمى وليده. يسمى سريعه. سريعه نوعين، نوع نعم. طويله. ايوه. تبغى تثقفني دكتور؟ تفضل. زين، نوع واحد يسمى الطويله. نعم. طويله هذه جا قضيمتها طويله شوي. قلت لك صدقت. وكذلك غذاها امتياز. ما شاء الله. اي نعم. وفي نوع اقول لك يسمى وليده، وفي نوع ميسانه. بوكيده ماشي؟ لا، ما معنى. الا اذا انتم تسميه غير. لا، انا سمعت الاخوه اللي في هذه البلاد كنا رايحين. جاهز دكتور؟ افضم الواحد قال كولا اي كذا يسموها كولا. كتلة نوعين. نعم.